كاين امتيازات لان هذه منطقه حره فيها كما شفتوا انتم كنتوا في عين المكان كاين امتيازات وكاين امتيازات كبرى ان شاء الله في هذه المنطقه اللي غيستافدوا منها خصوصا اسواق الفنيدق ان شاء الله بحول الله. وغيكون فيها التشغيل كما شفتوا كاين واحد 1000 منصب شغل مباشر ان شاء الله غتكون تما. هذه يعني مشروع ناجح 100% ان شاء الله وبالتوفيق للجميع والشغول غليظ هذا. الرحمن الرحيم. ياسين كزناي من المستفيدين ديال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق. اليوم كان انطلاقة ديال هذا المشروع ديال المنطقة الأنشطة الاقتصادية اللي كنراهنوا حنا كمستفيدين أنه يكون ربح المنطقة كاملة والجهة ديالنا إن شاء الله. اللي هذه المنطقة كتعاني من واحد الركود اقتصادي مؤخرا، نتمنى الله أنه بهذه المنطقة هذه تنتعش المنطقة والتجارة في هذه المنطقة اللي هي معروفة بتجارة السياحة واللي كيجيو لها واحد مجموعة زوار. هذه المنطقة تكون إن شاء الله عاد تساهم بالكثير باش تحسن الوضعية ديال واحد مجموعة التجار اللي كان عندهم واحد الركود في هذه السنوات الأخيرة. جمارك كتقول دابا باللي حنايا من الناس اللي غادي نقدروا ان شاء الله ندخلوا السلعه ديالنا المنطقه طبعا بلا ضمان بنكي، وبان يمكننا نبيعوا حتى نبيعوا ان شاء الله عاد نخلصوا اللي كيترتب علينا من ضرائب ومن مستحقات الدوله. لا 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 احنا فين كازا، احنا باقي دابا غا مع بعضنا هنا الاخوان، باقي ما كاينش المشروع يلا كيبدا دابا، يلا وقع الافتتاح مع السيد الوالي وباقي ما كاينش صراحه شي اكراهات، باقي ما عرفنا والو، باقي ما دابا حنا غير كننظموا بعضنا بعدا كيفاش غنخدموا وكيفاش غادي ناسسوا الجمعيه ديالنا، هذه اهم حاجه عندنا ان شاء الله. كتشوف بديل بسيط؟ طبعا 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 ان شاء الله، هذا هو الامل، هذا هو الامل هو ان هذه المنطقه ان شاء الله تعوض باب سبته، يعني يكون واحد البديل للاخوان اللي تضروا من باب سبته.